وحول آخر التطورات ينضم إلينا عبر الهاتف من الحدود السورية التركية الدكتور ناصر حاج منصور، مستشار القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية. دكتور ناصر، أهلا بك. تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين. أهلا بك. هل بالإمكان لو تضعنا بداية في صورة آخر المعلومات حول مجريات المعارك وإلى أين وصلت؟ المعارك منذ فترة بدأت، تقريبا منذ شهر في معارك تحرير الطبقة، بدأت بإزالات جوية وتحرير المطار وثم تطويق مدينة الطبقة في عدة اتجاهات إلى تطويق الكامل، وبدأ قبل أيام اقتحام داخل مدينة الرقة، عفوا داخل مدينة الطبقة. وهذه العمليات بدأت في أحياء الداء، والآن أستطيع أن أقول أن التطورات الجارية في الطبقة توحي إلى تحرير حوالي نصف مدينة الطبقة أو بعض الأحياء الرئيسية من الطبقة، وهذا ما يخلق بالتأكيد حالة إحباط. يعني نستطيع أن نقول أنه نصف مدينة الطبقة محرر الآن دكتور ناصر؟ تقريبا، ربما مساحة تكون أكثر من نصف، هذا بالإضافة إلى أن المواقع الاستراتيجية الموجودة في القرية كما ذكرت، المدرسة ودوار على دوار العلف وغيرها من المباني الاستراتيجية التي تسيطر على ما جوارها، خصوصا أن المدينة برمتها باتت مطوقة بالكامل، هذا ينذر أن أو يبشر بأن معركة تحرير الرقة بدأت بعدها العكسي نحو الانتهاء. لديكم تقديرات لأعداد المقاتلين المتبقين من تنظيم داعش داخل هذه المدينة، وأيضا عن موضوع المدنيين الموجودين في الطبقة؟ طبعا في خلال الأيام الماضية تم عدة مرات فتح ممرات آمنة لمدنيين سواء من الطبقة ومن الرغوة، وخصوصا تم التركيز على الطبقة باعتبارها ساحة عمليات ساخنة. تم إخراج الكثير من المدنيين، وليس كما يقال يقوله، هناك دعايات تتحدث عن 50,000 وما شابه، لا أعتقد أن هذا الرقم موجود، ربما العدد بات بالآلاف عدد المدنيين الموجودين، خصوصا أن هؤلاء داعش يستخدمهم كدروع بشرية. أعداد داعش أنا لا أتوقع الآن بعد مقتل الكثيرين منهم، ربما قد يصل إلى المئات، 100-200 أو ما شابه. طيب في ضوء المجريات دكتور ناصر، سؤالي الأخير، ما توقعاتكم للأيام أو ربما الأسابيع القادمة؟ هل لديكم موعد محتمل ومتوقع لحسم هذه المعارك وتحرير مدينة الرقة تحديدا؟ لنكن واضحين، معركة المدينة بحد ذاتها لم تبدأ بعد، هناك معارك للتضييق على تحرير ما تبقى من الريف الشمالي، خط الجلاب أو خط نهر الجلاب وما شابه، وهناك معركة تحرير الطبقة وهي ممهدات لمعركة تحرير الرقة. أعتقد أن معركة تحرير الطبقة باتت مسألة أيام وستنتهي، هذا يعني يؤكد أن معركة تحرير الرقة باتت قريبة. طبعا معركة تحرير الرقة تم الاتفاق عليها في كثير من الأمور، ربما هناك لمسات أخيرة أو كذا، وهذه تبقى مرهونة بالتأكيد بالتوافق ما بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي. نعم، أشكرك من الحدود السورية التركية الدكتور ناصر حاج منصور، مستشار القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، شكرا لكم.